كرة البانكيك 2 كوب دقيق، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا ونص ملعقة صغيرة ملح، 3 ارباع ملعقة صغيرة هيل مطحون، 4 حبة بيض مفصول، 5 ملاعق كبيرة سكر، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 2 كوب لبن خاثر، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة وسكر ناعم للتقديم. نبتدي نجهز هالوصفة. أول ملاحظة بدي أتكلم عنها فيها قبل ما أبتدي أحط المقادير هيك واخلطهم مع بعض، أعرفكم على القالب اللي هستعمله أو القلاية اللي هستعملها لهذه الوصفة. بتبقى عندي شكل قلاي بهالطريقة، ولكن فيها تجويف بيبقى على شكل نصف دائرة. هذه القلاي بتستعمل بطريقة معينة حنشوفها هلا مع بعض لما بجهز العجينة، بس طبعا هي يمكن موجودة في الأسواق وانتم ما انتبهتوا لها، فممكن تدوروا عليها وتقدروا تحصلوا عليها وتبقى دائما موجودة عندكم كزي ما نقول من أدوات المطبخ الأساسية اللي ست البيت بتحرص على دائما انها تبقى موجودة عندها. نشوف الخطوة الأولى، هحتاج أحط مقدار الطحين، نجهز مع بعض الطحين والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا. كتير كتير الوصفة سهلة، وممكن إذا حبيتي تعمليها من بالليل وتخليها بالثلاجة تاني يوم الصبح تروحي عملاها أو ألياها وتقدميها سخنة، أو يعني إذا حبيتي تعمليها مباشرة بتقدري تبدي فيها على طول. هحط ملعقة من بيكربونات الصودا، ملعقة صغيرة ممسوحة زي ما اتفقنا، دايما تبقى ملاعقنا نستعمل المكاييل القياسية. وبالنسبة هلأ عندي الهيل، هذه إضافة هيك أنا حبيت أحطها، إذا حبيتوا تجربوها أو حبيتوا تستغنوا عنها ممكن تحطوا زعفران، ممكن تحطوا جوزة الطيب، ممكن تحطوا قرفة خفيفة، هذه كليتها أشياء بتعطيني تيست لذيذ في الأكل. وهالمقادير هذه كليتها حنخلها هلأ مع بعض وبخليها على جنب وأبتدي خطوتي الثانية. هحتاج 4 بيضات، ولكن 4 بيضات مفصولين. دائما مهم اني افصل البيض وهو متلج من الثلاجه، بيبقى اسهل لي اني افصله. وححتاج هلا في خطوتي في هالوصفه هاي اخفق بياض البيض الاول لحاله وبعدين الصفار مع السكر. فممكن انا مباشره افصله في طبق، اذا عندك طبقين خلاط من اولها افصل البيض وحطيه في الطبقين بيسهل عليكي الشغل. ححتاج هلا زي ما قلنا نفصل البيض. الأطفال والصبايا الصغار ممكن دائما يساعدوكي في المطبخ، حاولي بهيك وصفة وتقولي لهم تعالوا ادخلوا وساعدوني. أنا ححط هلأ صفار البيض في طبق وأحط بياض البيض في طبق آخر. نتأكد أنه ما في عندي أي شيء من الصفار عم ينزل مع البياض عشان أعرف أخفقه بنجاح. يمكن هالوصفة تحسوا أنه قريبة لوصفة الكريب والمجموعة هذه، وهي طبعا هيك لأنها تعتبر كأنها عجينة وافل وكريب والبانكيك كليتهم يعتبروا نفس العجاين أو نفس النوع من الطبخ. يبقى حطينا هلأ صفار البيض كليته في طبق وعندي بياض البيض. طبعا ممكن انا اسهل عليك الشغل، اقول لك اخفقي بياض البيض اول وبعد هيك ما في داعي نغسل المضرب، حفقه لغايه ما يصير عندي فوم شوي ونكمل خطوتنا. هنشوف هلا كيف بيصير شكل بياض البيض. بياض البيض عندي هلا صار مخفوق وزي ما شفتوا بيبقى هش، انا ما بدي اياه يبقى كثير متماسك. نبتدي بنفس المضرب اغسله مباشره، احط الطبق اللي فيه صفار البيض واحط معاه برضو السكر. اذا حبينا اضافه الفانيليا او زي ما قلنا ممكن نستعمل اي نوع من المطيبات، حطينا احنا شويه هيل، ممكن اذا حبيتي تحطي برش الليمون وبرش البرتقال برضو بيمشي مع هالطبق.
بس يتجانس عندي صفار البيض مع السكر ابتدي اضيف الطحين. تتذكروا احنا نخلناه مع البيكربونات والبيكنج باودر، وبالتدريج هيك مع مش بسرعه احط اللبن الخاثر شوي شوي عشان ما تصير عندي العجينه شوي ناشفه. مجرد ما ابتدي اشغل بس على مرحله خفيفه ابتدي احط اللبن الخاثر. هالمكونات عندي هلا اندمجت كويس وجاهزه. ممكن بضل عندي بس خطوة صغيرة اني حخلط المقدارين هدول مع بعض، بياض البيض المخفوق مع صفار البيض زي ما قلنا وبقية مكونات الطحين. نبتدي قبل ما اخفقهم خليني اجهز اللاي. ممكن احنا نبتدي نسخن، وعندي هون برضو على جنب انا سيحت شوية سمنة او زبدة او زيت زي ما بتحبي. انا بحب دايما اعطي اختيارات علشان تبقى طبعا هاي الامور الصحيه كثير مهمه، وكثير مسؤوليه ربه البيت انها تعمل توازن باستهلاك الدهون اللي دائما بتبقى بتستعملها في مطبخها. خطوتنا التاليه، انا عندي هون معلقتين من زيت الذره، مجرد حضيفهم هيك بس مباشره على خليط الطحين وصفار البيض. بمزج هلا بياض البيض مجرد تقليب سريع هلا لغايه ما احس انه صار عندي عجينه سائله بالضبط زي ما يمكن في بعض الاخوات اكيد عارفين او كثير عاملين قبل هيك عجينه البانكيك، وهي تعتبر عجينه بانكيك ولكن شكلها فقط هو اللي حيبقى مختلف. طبعا انا هلا بدي اوزعها زي ما قلنا في القلاي، فصعب اني امسك طبق بتقله واقدر أصب، فممكن أستعمل أي وعاء ممكن أحطها في طبق زي هذا أو مكيال أو أي وعاء ممكن يساعدني على توزيع العجينة في داخل تجويف المقلاي. بتلاحظوا كيف العجينة كيف السماكة بتاعتها. هحتاج هلأ خلي هذه جنبي ونتأكد إنه القلاية السخنة كويس. هحتاج إشي صغير اللي هو عود من الخشب، ممكن أستعمل عود بالشكل هذا كتير مهم عندي. يعني بيبقى صعب إنه نكمل هالوصفة من غير هالعود. هنشوف هلأ طريقة استعماله. هنحتاج ممكن فرشاة، ممكن ناخد فرشاة. انتبهوا أنا هون عم بختار فرشاة تتحمل الحرارة العالية لأنه ما بدي عندي هون شوية زيت، ما بدي في بعض الفرش بيبقى سهل إنها تنحرق بسرعة، فنكون حريصين. هذه الفرشة معمولة من السيليكون وبتتحمل درجة حرارة عالية. ببتدي هلأ أوزع العجينة، بصب حوالي خلينا نقول شي معلقتين كبار، وهي لغاية ما تمتلئ عندي حافة الكرة بهالطريقة. بصب لغاية ما كل التجويفات هاي تتملى وبستنى لثواني بسيطة. هحتاج دايما يكون بإيدي زي ما نقول قطعة من ممكن أي منديل ورق أي شيء، عشان دائما حافة عود الخشب هذا مهم دايما تكون عندي نظيفة، فبخلي الورقة بإيدي كلينكس أو المنديل ورق وامسحها دائما بالشكل هذا. أبتدي هلأ أنتظر لثواني بسيطة وأراقب. شوفوا أنا بعمل حركة خفيفة بتأكد هل عندي تماسك، بدأ يتماسك عندي. كتير لذيذ هالبانكيك إذا عملتيه وأفراد الأسرة هيك مجمعين حواليكي زي ما قلنا للفطور، وكتير كمان حلو إذا عندك الأولاد أو البنات عندهم عيد ميلاد ممكن يتقدم بفكرة كتير حلوة حخبركم عنها هلأ. بس يبرد طبعا تماما ما بقدر اقدمه وهو سخن، لا انا قصدي في حال حبيتيه
بانكيك سخن ممكن ناكله سخن. يمكن تحبي تستفيدي من هالفكرة بشكل آخر، خليه يبرد تماما. عندي مجموعة هلأ مثلا ممكن يكونوا بردين بهالشكل هذا، وأحطه في طبق مع آيس كريم بولز ويتزين بشوية مكسرات شوية شوكولات صوص، فبيبقى طعمه كتير لذيذ. وممكن إذا حبيتي عندك بوفيه، عندك مناسبة يمكن بدها اهتمام أكتر في ضيوفك شوي، تخليه يبرد تماما، نرش عليه سكر خشن شوي، مش السكر الناعم البودرة. أنا هلأ حرش سكر ناعم بودرة، بس إحنا ممكن نرش عليه السكر الخشن شوي ومعاه هيل أو معاه قرفة برا، غير الهيل اللي في الحشوة، نحط هيل وقرفة برا. وممكن نرصه على شكل هرم برضو مع صلصة الشوكولات أو صلصة التوفي. فزي ما قلنا هالأفكار كتير كتير ممكن تتفنن ست البيت في تقديم هالحلو هذا فيها. الفكرة كمان اللي بضل يجيني أفكار وبدأ أحكي لكم عنها، ممكن أعمل له الصلصة السكر اللي بنعملها على الدونت. ممكن كليتنا بنعرف صلصة الدونت بالشوكولات أو بالآيسينج شوغر، أغطسها بس بشكل يعني خلينا نقول نصها، ما كلها تغطسيها، وتحط عليها جوز هند، مكسرات، أي نوع من الشوكولات المجروش، تقدري تتفنني كتير بهالتقديم هالبانكيك. خلينا هلأ إحنا نختار تقديم خفيف وسريع. هحتاج تشكيلة أو كمية من الفستق الحلبي، ممكن أحط شوية فستق حلبي، وأبتدي أحط قطع البانكيك بهالطريقة. هاي المرحلة اللي دايما بقول البنات يشاركوا معاكي فيها، ما قصدي يشاركوا إحنا على النار والقلاية والخطورة في الشغل، لا، هيك إشي أنت خلص دورك خلص، ممكن تقولي لبنتك تعالي يا ماما أنت كملي هالمرحلة. فكتير كتير مهم لبناء شخصيتهم، وبنفس الوقت بتحسسيهم بثقة أنهم صاروا قدك وبقدروا يطبخوا وبقدروا يعملوا أشياء. ممكن لما يجوا ضيوفك أو أهل الأسرة، سوري أهل البيت يتجمعوا، طبعا ممكن البنت الصغيرة تفتخر في أنها عملت هالطبق. يمكن ما تقول يا ماما أنا ساعدتك، بتقول لا يا ماما أنا عملت هالطبق، لأنه فعلا اللمسات النهائية هي اللي حطتها معاكي. في عنا برضك سؤال صغير عم يخطر عبالي دائما أنا بفكر في حركتك في المطبخ، هل ممكن هالبانكيك هذا أجمده؟ يمكن أنت عندك عزومة بدك تجهزي لها قبل بوقت. ممكن ببساطة شوفوا كيف أنا حطيته على الشبك، بالشبك هذا بس يبرد تماما، بحطه بالفريزر وهو مفتوح بالطريقة هاي، ما بغلفه ما بعمل شيء لغاية خلينا نقول حوالي نص ساعة ما يتجمد عندي تماما. وبعد هيك بشيله بحطه في أكياس نايلون، أو إذا حبيت أحطه في علبة بلاستيك مغلقة تماما عشان ما يأخذ أي ريحة من الفريزر. وقت اللي بدي بفتح وبطول عدد الكرات اللي أنا محتاجتها. ممكن أسخنها في الميكروويف لثواني بسيطة، أو تسيبيها في درجة الحرارة العادية وبعد هيك تصبي عليها العسل أو الصوص على حسب ما أنتي بتحبي طريقة تقديمك. يبقى إحنا نرجع لهالكرات اللي عملناها، إن شاء الله يكون شكل عجبكم. أنا بس بضل عندي لمسة أني أزينها ببعض السكر الناعم. السكر الناعم بيعطيني طبعا طعم. ما تنسوا أنه إحنا مش حاطين فيها كتير سكر في العجينة في الداخل، احنا مجرد